تزال رائعة لسان الدين بن الخطيب الأندلسي تصدح في عالمنا اليوم بعد أن امتزجت مع الموسيقى وغنتها السيدة فيروز. يقول فيها ابن الخطيب: جاءت معذبتي في غيهب الغسق، كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت: نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني: ودمع العين يسبقها من يركب البحر لا يخشى من الغرق. فقلت: هذه أحاديث ملفقة موضوعة قد أتت من قول مختلق. فقالت: وحقي عيوني عز من قسم، وما على جبهتي من لؤلؤ الرمق، إني أحبك حبا لا نفاد له ما دام في مهجتي شيء من الرمق.